حمد، 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 حمد. هلا. ايش فيك الله يديك؟ دشيت مكتبك وطلعت ولا قلت ولا كلمة، حتى عن شغلنا ما سألتنا. مو شفتوني قاعد بمكتبي؟ ولا حد عبرني قاعد انا بالمكتب. انت شايف حوستنا حوسة والشغل كله على راسنا، شايف قاعد انت معانا؟ مو مار عليكم انا مساء، لو تبوني كانت حكيتوا. انت اللي سلمت ودشيت، انا عبالي عندك شغلة بتقضيها وتطلع تقعد معانا. انت شايفنا الشغل كله على راسنا ومندمجين؟ يلا عساكم على القول. زين، تعال كلم دالي عشان توقع الاوراق. حط الاوراق على مكتبي، مو فاضي انا الحين. زين بنطلب، تعال تغدى معانا. ما راح اتغدى ببيتنا. دير بالك. شوي شوي. والعقد قال حطه على مكتبي بعدين اوقعه. زي ما قلتي لي شنو تبي نار؟ لا انا بطلع اغير جو، بتغدى برا. انت قاعد؟ اي قاعد. ساعه ولا ساعتين اكون عندك. دير بالك داليا. شوفي يما، انا امس تكلمت معه وهو لان وطاح اللي براسه، وكاهو شفتي رد البيت ونام، ما نام برا. اي بس شو الفايده؟ قام من النوم ورد طلع. اي عاد هذا دورك شي يما، تشوفينه طالع ولا تصيبينه وتكلمينه. هو معطيني فرصه. انزين ايش رايك شي يما تروحين تشتري له هديه؟ يفكر فيها، اشتري له هديه. ما شاء الله اشوف راس براس ومساسر، تحشون بحد ولا تخططون حق شيء؟ لا ابد، قاعدين نسولف. الله يستر من سوالفكم انتو الثنتين. المهم انا بالحديقه، يبو غداي هناك ان شاء الله. سمعيني، ما عليك منه، فهمتي كلامي؟ ايه فهمت، بس مني والطريق اخذ الهديه. ايش فيها يا يمه؟ بنت خالة واشترت لها هدية، قولي لها شفتها بالسوق وتنقصتها لك. خاف يذكرني؟ لا يا يما، إن شاء الله بيذكرك، قولي إن شاء الله بياخذها منك. إنزين وبعدين؟ ولا شيء، هالمرة أنت اشتريتي له، باكر هو بعد بيشتري لك هدية وبيجيب لك إياها، وكذي لقلوبتين. إنزين، دام هذا رايج، إنزين متى روح اشتريها؟ لا، مو الحين، صبري شوي خليه يطبخ. هلو، صباح الخير. قاعدتش من النوم؟ لا عادي قاعدة، بس دحين بالفراش. ايش عندك سهرانة؟ ماكو شي والله، تلفزيون. زين وين بتروحين اليوم؟ ماكو ولا مكان بالبيت. يعني اشوفك؟ تشوفني؟ اي ورحت عليك. هلو، في ساكتة؟ ايش تضحكين؟ انتو
كل واحد داك الثقل على الثاني وانتم ميتين تحكون بعض اصلا. بعد هو اصلا تبي تقنعيني ان كان قاعد بالمكتب ما ايش قاعد يسوي؟ طلع معصب لان انت ما كلمتي. ايش دراك يمكن طلع لعمه مضايق اضطر يشوفني. تبي صدق انت وحده هبلت. هي مو قصدي بس انا يعني قاعد اقول لك ان اول لما كان بالشركه كان ناطر ان انت تروحين تكلمينه. يمكن قاعد يشتغل مو ناطرني اكلمه. شلون يعني يشتغل بشنو؟ تكفين الشغل كله عندك. زين اذا هو على قولتك بيكلمني ليش ما كلمني؟ لان احنا متفقين ان انت اللي تحججين وتروحين تكلمينه وتفتحين معاه باي سالفه، بس انت كان عندك فرصه واحده ان انت تكلمين على موضوع الشركه وما رحتي. مو تبينه؟ ها عيل شو تسوين؟ بس مو بهالطريقه ما بيذل نفسي. ها شلون؟ ما ادري بخليها على الظروف. بس ما راح اكلمه. شوف في واحد منيح بس هذا هذيل الثنتين واحدة من عندهم حلوين الا هذه هذه هذا اللي انا قاعد اتكلم عنه قوي هاي وايد حلو بس هو ما اوكي الكعبة بالدوام لا عاد شبدي يا مود شو اسوي لهم؟ زين استحملهم انا. لا والله بس عندي كم شغله ولا شيء يبيني. لا عاد شبدي. ما ادري انت تقعد يا شباب؟
إيه أدري. طبعا. روان بس يا بنيتي التليفون ترى صدعنا عادي بصوته مو مزعج كل هذا مو مزعج شيلي شيلي الله يخليك خلاص بريحك مني من تليفوني اصلا انا شبعت الحمد لله بروح داري حاتيك بوي الحين ملكه البس فيها بشت ولا ما له داعي والله مستايل على البشت الملكه ما يلبس لها بشت الحين انا شاري بشتين قلت واحد لك واحد لي خش اللي لي انا باخذه بتكشخ في برسك يبا حلال عليك الاثنين لا بس واحد يكفي زين انا الحين بروح الصالون بضبط عمري حق الليله تبون شيء الله يهنيك يا وليدي وايد مستعجل هين اصبر وباكر بتقول يا ريت اللي صار ما كان لا 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 ما راح اقول شيء بس انت ادعي لي يا ابوي الله كريم يلا فما الله فما الله حبيبي ابو مشاري خير يا ابو انت للحين بلزم ان روان ما تتزوج الا بعد ما تخلص الجامعه وش معنى السؤال هذا الحين؟ يعني أنا أقول لو تملك الحين والعرس بعد الدراسة أم شاري أنت تعرفين شيء أنا ما أدري عنه؟ والله أنا حاسة إن البنية قلبها متعلق بولد عمها وهو بعد نفس الشيء فليش نشغل بالهم ونخليهم يحاتون؟ خلهم يملكون يرتاحون وإحنا نرتاح يا بنت الحلال أنا ما يهمني شيء غير سعادة عيالي وإذا هذا الشيء يريحها أنا لا يمكن أوقف بويها فهمتي؟ الله يوفقهم إن شاء الله إن شاء الله آمين يا رب. وهي بغرفتها؟ إيه قاعدة بغرفتها. إيش حكي ما بطلت الباب؟ من الصبح أطق عليها باب الغرفة مو راضية تفتح. قالت لك؟ ما قالت لي شيء بس أنا خايفة ما تطلع وتقعد بالغرفة تحكر نفسها واليوم عندها صالون وشعر ومكياج ولوية. بطل الباب. فرح. فرح يما بطل الباب. بطل الباب لكسر على راسك. بطل الباب. فرح. بطل الباب تعالي تعالي. إيش حكي بتبطل الباب؟ إيش عندك حكي روح الداخل؟ ما تحكين؟ هي فما بتزوج انت زوجينا قصبا عليك اوريلك فوق راسك انت يلدك هذا ما مات من الطق لا
لا يا ابو قتيبه واللي يسلمك لا تشوهت فشلنا شاب ثانيه تروحين يمك الحين الصالون سوي شارج وسوي مكياج كامل تريدين عروس ان قلت لا الشارج هذا قصه فاهمه ما بتقول لا خلاص بتروح اصبر عليها تروح هي والله الله يهديك يا يمه الله يهديك امشي خلينا نبدل وروح الصالون امشي هلا حمد هلا انت طالع ليش لا بس شفتك لابسة هدوم الطلعة يعني تعرفين تفرقين بين هدوم الطلعة وهدوم البيت بعد ليش سالتني احمد لحظة احمد ابي اعطيك شيء شنو تفضل شنو هذا هدية اليوم شفتها بالسوق وعجبتني ما ادري ليش فكرت فيك ما احب الهدايا حمد تكفى خذها مني الله يخليك خذها مني وانا من الصبح في السوق قاعده اختارها لك الله يخليك خذها مني وبعدين قطها في الزباله سوي فيها اللي تبي بس الله يخليك خذها مني بالبركة يا الله يبارك فيك مشكور بارك الله فيك شوف عيالهم ان شاء الله الله يخليك بالبركة يا ولدي الله يبارك فيك يا هلا حبيبي شاري بارك الله فيك الله يبارك بارك على بنيتي عاد بعيوني ان شاء الله بالبركة يا فرح بنيتي هلا بالبركة بارك فيك استانس اي والله من قدك اليوم ما بغينا والله بالبركة يا كتيبة ان شاء الله الله يبارك بعمرك بالبركة ابو شاري من مبارك ان شاء الله بارك فيك انا ما عندي شيء تعال وين رايح عصيرك حكي معي مش عارف الله يبارك فيك يلا ما على بعدين يشرب تفضل يا ام شعري حكي معي المعاريس يلا يما يلا هني سري قعدوا الله يكرمك بخير ان شاء الله الله يسلمك امين يا رب تسلم يا ابوي العافيه بالمبارك يا ايوه بالمبارك الله يبارك فيك عمي لا ابو مشاري ما يقصر بيشتري بعد غرفه النوم بيشتري لهم كل شيء بيشتري لا انا كل اللوازم اللي يبونها تحت امرك ما قصر بس انتم تعبون واحنا بالخدمه وعزيمتكم عندي بالمزرعه بعد ها عندنا اغلى منهم ما في ما عندنا ما في طبعا يعني هم غالين ممكن اعرف ليش مسكر جهازك لا حلبت تدري ايش سويت فين اليوم انت موهقني ليش مو مصدر الشيكات اي شيكات شيكات المؤتمر اللي احنا منظمينه اليوم على اي اساس تصدر شيكات حق شركه ما في بيني وبينها عقد العقد عندك يبا انا عندي ورقه ما عندي عقد شلون اضمن ان الشركه هذه بتسدد ثمن الشيكات بعد ما انا اصدرها؟ مو فاهمه كلامك. يعني هذه ورقه من غير توقيع العقد هذا يصير ورقه، فاهمه ولا مو فاهمه؟ لا فاهمه، والمفروض انت اللي تروح تخلص شغلك وتوقع العقد، ليش انت اللي مو رايح؟ لا عاد داليا، انا هني مدير ماني طنبور طين، ما اتلقى اوامر، لو عندك شغل المفروض تكلميني، حمد عندنا كذي كذي كذي. وليش انت ما تكلمني؟ الحين انا بعرف، هذا الشغل من طرفي ولا من طرفك؟ من طرفي حلو يعني كان المفروض تي لي حمد عندنا الشغل قايل كذي 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 ايش رايك ما تقطين ورقه على مكتبي وتمشين يعني انت متعمد تقطني في هالموقف انت حطيتي نفسك بهالموقف حمد ترى انا حالي من حالك مديره في هالشركه يعني انت المفروض تحترم قراراتي وتقدرها ما تفشلني قدام العملاء والله عاد عاجبك مو عاجبك نفض الشراكه ونخلص لا تعورين راسي
وايش قال لكم؟ راح يطلعونا؟ نواف اكيد بنطلع من هني، يعني بدك عد هني على طول. ايش قال لكم بالضبط؟ بيحاولون يطلعون الكفاله. انا معكم؟ نواف لا تحن يا اخي، ايش فيك انت؟ انت هي لا تفعل وايد، سالفه جنايه مو هينه. ولا اتوقع عمي ولا ابوي يدفعون عنك انت بعد 5000. والله 5000؟ انت ايش فيك قمت تخورها بالحكي؟ ترى نواف ولد عمتنا ما اتوقع ابوي ولا عمي بيهدون هني. بخير ان شاء الله، ولد عمتنا راح ولا رد مو شايل اسم عائلتنا. شو اللي ضحكك انت بعد؟ شو اللي ضحكني بعد؟ لو يعصروني انا وطوايفي واهلي ما يبون 500 دينار، من وين بيجوا 5000 دينار؟ يعني انا مطول هني بالسجن. انا اذنكم. ان شاء الله دام لقينا هالريال بنلاقي حمد بعد. بس شلون؟ انا كنت حاسه اني راح الاقي، كنت متاكده من ابوي، بس الحين احساسي طلع. شلون بلاقي؟ ان شاء الله بتلاقينا حبيبتي. ترى احساسك خلاك تنقذين واحد يعني كان بينه وبين انه يغرق شعره. ترى لو انت يعني ما كان مات هذا. الوقت قاعد ضيع هذا من الصالح. تمام. مشكور. طيب ما سمعتي خفرس واحد ايش قالوا؟ قالوا ان الريال صار له 3 أيام بالبحر ولقوه. وحمد ضايع من امس، يعني اكيد بنلاقي حبيبتي انت. الحمد لله خبر السواح ما صار لنا مشكله ولا شيء. والله بنرد عشان هذه اول مره ما راح يسوون لا اجراءات ولا بطل. لا 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 انا ما بيرجع، من قال ابي ارجع انا ابي اقعد. قول لهم شلون تبوني ارجع؟ انا للحين ما لقيت حمد، حرام عليكم. ان شاء الله بنرجع يا رب. يا بدر القنفة وين هي؟ القنفة مالتي وين وين شلتيها؟ وين وديتيها؟ ها؟ القنفة البيضة اللي كانت هنيك وين شلتيها؟ وين وديتيها؟ القنفة وين وديتيها؟ القنفة اللي انا احبها وين هي؟ خلاص بس ذبحتني، راسي صدع من كثر ما تصرخ. بس من وين اجيب لك القنفة؟ مالي شغل، انا ابي القنفة مالتي، القنفة اللي انا احبها وين وديتيها؟ انا ادري تشيلينها وين شلتيها؟ وين وديتيها؟ مالي شغل، تردينها مكانها، وين حطيتيها؟
وين وديت القنفه؟ وين وديتيها؟ قنفه صار لها 10 سنين، شو مذكرك فيها؟ بس خلاص تحللت القنفه، دفنوها اصلا، دفنوها. لا لا انت كذابه، انت كذابه، اي كذابه، انا ادري فيك، انا اعرف زين، انت اي شيء انا احبه تحبين تشيلينه، ما ادري وين تحطين، وين حطيتي القنفه؟ حطيتيها وين هني ولا هني حطيتيها؟ يا مره تعالي، وين وديتي القنفه؟ وين راحت القنفه؟ يا قنفه يا مره. شنطتك برا، انت مسافرة؟ هلا حبيبتي، صرتي أحسن؟ كنتي بتسافرين وبتخلين الورقة؟ ما حبيت أقعدك. شلون حرارتك؟ نزلت شوي؟ وين بتسافرين؟ دبي. رايحة له؟ صار له شهر هو يحاول يعتذر مني. بروحك شفتش كثر قاعد يتصل علي، حياته من غيري صارت تعيسه، ووعدني مره ثانيه ما راح يعيد السوالف البايخه هذه. هذه وعدتك اكثر من مره؟ لا صدقيني المره وايد ندمان، ماني خسرانه، خليه يعطي فرصه ثانيه. صح، وانت بعد اللي قلتي ما راح ارد له لو يحط له الشمس بعيد والقمر بعيد. اي صح، بس اللي كبري ما لازم تعاند وايد. عموما انا ما ابي اتاخر، ديري بالك على نفسك حبيبتي، لا تقعدين ببيت بروحك، حياتي انت، روحي بيت ابوك، حياتي انت. تعالي وين نازله؟ مخلي يدي يا مره، يا ما قاعد اقول لك انا القنفه البيضاء، انت تو قايلتي مسوي حدتها فوق خشيتها عني ما ادري وين حطها. تعالي قولي لي القنفه وين حطيتها؟ وين القنفه البيضاء؟ شوف يا الله صباح الخير، وين القنفه البيضاء؟ شوف وين القنفه البيضاء؟ ها بيزر عقلي مني، ذبحني يدور على القنفه، انا من وين اجيب له القنفه؟ قبرت القنفه خلاص، بس راحت راحت. حاطينها هني، مستحيله ما اقدر اكلمه. وين حاطينها؟ شنو مستحيله؟ مو ابوك ما تحاكينه. زين 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 ايوه زين. اي الله يابك، ها وين القنفه البيضاء؟ اي باش فيك؟ القنفه البيضاء وين هي؟ قنفتي قنفتي انا مالتي البيضاء اللي انا احب اقعد على القنفه واطلع تلفزيون، وين هي؟ اي وحده اي قنفه؟ فهمني اي وحده؟ قنفتي البيضاء اللي انا احب اقعد اقرا عليه، اشرب قهوه، اشوف الجريده، اشوف الكتب، واقعد اطلع تلفزيون على شجع العربي والقادسيه. الله تدري هذه انا متى اذكرها؟ لما كنت ياهل، يعني شو اخبارك؟ ايه هذه القنفه لما انت كنت ياهل، هذه القنفه وين هي؟ وين شلتوها؟ وين وديتوها؟ ما تحكون ما تقولون. قولي له وينها، قولي له وينها، عيست وانا من اليوم اقول له وينها. خلاص بس 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 راح اقول له. انت هذه القنفه انت صار لك من سنين انت رايح بيدك وقاطها. كذابه؟ لا كذابه، انا قاطها، انا قاطها بعد طول. لا لا مو قاطها، انا قاطها الا انتوا الثنتين اللي قاطينها ومخلينها وقاطينها عشان انا اقعد افتر وحوس بالبيت ادور عليها. ماشي ماشي انا اوريكم، تخافين منها؟ ها ماشي انا اوريك. وانا في البيضة انا خاشينها عني. ها ماشي وين قنفتي البيضة؟ قنفتي انت فاهمين تصرفي معي؟ قولي لو انه هو اللي قاطها القنفه مو احنا. فرتي انا ادري ما من وراك فايده، فايده فرتي فرتي فرتي. اي تخشون عن القنفه البيضة، تعالي تعالي. وين القنفه البيضة؟ تعالي هناك يبا هناك. وين هناك؟ وين القنفه؟ تقول هناك. بس خلاص ما في غنفة، انسى موضوع الغنفة، ارحمني. شيء عصبت هاي غنفتي البيضة وين هي؟ انا هذه راحت وهذه عصبت.